يا اهلا وسهلا بكم في زنزبار. احنا النهارده 17 ابريل 2022 وشايفين المطر عامله ازاي. المطر هنا بقى لها 3 ايام بالمنظر ده، اول امبارح وامبارح كانت شغاله بدون توقف، ريحت شويه كده النهارده لغايه الساعه 2 الظهر وبدات تاني الساعه 2 الظهر اهو. فده عموما الجو الطبيعي هنا في زنزبار في شهر 4 وشهر 5، كل شويه السماء مغيمه على الاخر اهيت مليانه مطر، وكان في برق ورعد كمان شغال. عايز اوريك بس الشكل الشارع بره عامل ازاي. ادي اهي بحيرات ميه اهو، اللي عايز يجي يعوم بلاش يروح البحر، ممكن يطلع قدام البيت ويعوم على طول يعني. يلا كل سنه وانتم طيبين، مستنيكم في بلو النونجوي، اللي عاجبه الجو ده يجي. الجو هنا مش حر ولا ساقع، انا لابس شورت وتيشيرت يعني، لكن ده بيبقى الجو العام هنا في شهر 4 وشهر 5 طول الوقت بتبقى نفس الامطار دي يعني. فاللهم ظبينا نافعا، وطبعا المطر ده خير طبعا يعني، فربنا يرزقنا كمان وكمان يعني. انا بس خايف على الجنينه اللي انا زارع فيها، زارع هناك زارع فيها خضار طماطم وخيار وجزر وفلفل، فهو ده بس اللي قلقان عليه، الميه دي هتاثر عليه ولا تعمل معاه ايه يعني. هو لسه زرعه بس بقاله 3 اسابيع فابتدي هيطلع اهو، فربنا يسهل يعني ما تاثرش عليه جامد يعني. يلا اي اي معلومه اي حاجه عايزين تعرفوها عن زنزبار كلموني، انا متواجد هنا بقالي سنه ونص في زنزبار، وعندي الجيست هاوس اللي هو بلو النونجوي، واي حد يحتاج اي معلومه عن زنزبار قبل ما يجي يكلمني وانا مش هتاخر عليه. يلا كل سنه وانتم طيبين.